بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سخبركم حوات سخبركم حتى من العالم تركوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يتخونوا إن شاء الله بخير. نشتي حتر زبالة من أختي ناي سورة الكهف، منهج حياة بالويد ما سورة الكهف ناي النواب رامن قد موديل تبعمو اشتي من الوقت حموش تدع قلت زاري بلا ان شاء الله والجمعة جمعة نقف رأينا وي عارف كما هنقبرينا. المهم حتر زبالة زي أعمل أخت خلف لكم ديلي سورة الكهف رأينا رسع وقداسيتي أنا عنا وبزح منهج بزح مرتزة اللوائيو. فمجمرت منهج حياة مخانز قلت لنا سورة الكهف منهج حياة لمن أراد أن يقيه الله فتن الدنيا وما فيها. حين أقرأ سورة الكهف أتعلم كيف تكون الحياة السعيدة، الحياة التي ترتاح فيها وتهنأ وترضى. سورة الكهف نقرأ خلنا كل جزء بزح مرتزة اللوا لحر أنبيكم أخونكم بزح قصص اللوا كابو خاخن مهار كلنا كنقرا كلنا اخا بزح فتن تحفزنا امالتي. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. طبعا تبدا سوره ابي قد محجون نجركم يا ربي دمتي قالو ابتناتي يوتيوب بملؤ تاع شريحه ياندي حجي كنت حدا عبر نوستو طرايك قلصركم. تبدا سوره بكتاب الله الذي هو منهجك في الحياة، فلا تتركه والجأ إليه في كل صغيرة وكبيرة ولا تبتعد عنه ما حيث. ثم يرشدك الله أن الله واحد أحد، فالخاسرون من يقولون الله على الله كذبا بأن له ولدا. حج إتي سورة الكهف جمر كلها حادث قبع عصر شو من تنتبيكم كما جمر تقلص كلها أنت أتبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. إذن أبنت التي توحيدنا هنا تخكل كون كم دلو أن رب العالمين كأتي الله ولاد ألو وزبل كم دي فتو يقلت أنمات ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ودلو ولاد ألو وزبلو معهم يتنقوهم يقتلوا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كورت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أنا بزي تجويدة طبعا زقرأ لكم ذلهم ضرب تجويدة قرار أخهم كله أحكام اللوي. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. سقب عصر شمون تخمزي مسل طبعا كابزهن مهارو لن خلبزحنا قرنديو. أولا بتعقيدة إجميرو بسم الله بتعقيدة إجميرو إنه رب العالمين شريك زقبرو الله يفتونيو وحدانية يدلي بحنا حدا ربي طرايح كنقزاء ويدما كنام لخو يزدل رب العالمين شريك زقبرو الله يفتونيو. سلازي زي منهج حياة وانتهي دحري خايق قطلنا انتهي بلنا مثلكم نرسو صلى الله عليه وسلم سي تعقس تقبري له ويسبر الله قلب حبيبه المصطفى وكل من يدعو
لدين الله الرسول صلى الله عليه وسلم ونخل زخونا سد دعوة زقبر كأني أنت دعوة تقبر أنت محمد صلى الله عليه وسلم نسخة ما تكمل أخت أبصح سب دحريو تتقبلو وتأمينو تصبق تزي أمنخة ما تقدعي محزنا يدلي كانيو مقهى يدلي كانيو نمن تيزي أمنو الكان تأشو مجنة غا يدلي كانيو تباهيلو مالاتيو ألا تحزن ولا تفطر قلبك على من لا يريدون دين الله الحق ولا الإيمان بكتابه ويأتي التوضيح للمعنى الحقيقي للدنيا وهذه الأرض التي نعيش عليها وما فيها وما عليها فما هي إلا زينة والمقصود من خلقها بما فيها من المنافع ابتلاء الخلق بهذه التكاليف يبلوهم ليبصرهم أيهم أطوع لله ليبصرهم يعني أن من وأشد استمرارا على خدمتي فمن صلح عمله تقبل الله قبولا حسنا حجي اتي ناي الدنيا رب العالمين مفتارو خاز كلنا عنا مالتيو نفتنا تفتيرو خمز الله حدا كان اي كاني توضيح مالتيو مجمرتنا قدم نحنا خنحزن كم زي بلنا عفوا اتوم امينوم دي امنون يلنا اتي قطيلو زمصنت بخاسي از الدنيا سنت عينت نبرايا ناي غزاو نبرا مخانا زخلو رب العالمين خليق وزلو نفتنا مخانو اتي هيوات اتي جنزاب اتي كل نجرسي نفتنا يا رب العالمين أو الدول نمبر زي الدنيا زي أقول جيزة نمبر تخملي مهنا كل هنا نفلت هنا سلزي بزي صراحة زخاني ماني تصبق صريحه ماني حما صريحه خاء وفتنوه يوم القيامة يرخبوا مالتي حجي تي تكاليف كا تحلالا حراما إذا جبروا إذا أتجبروا إذا تصبق رب العالمين زبلنا خاء نخفتنا لنا مالتي مننا إنا سمعنا زربنا يا رب نخيد ولاس نعبي ويس أين خدتلنا أين سمعنا بالمنن عنا يرأى مالتي طيب ثم إن هذه الدنيا ما فيها زائل سيجعل الله سعيدا جروزا لا نبات عليها ولا زرع ولا غرس ويضرب الله مثلا قصة فتية الكهف كدرس لأولي الألباب فالحياة زائلة والباقي هو وجه الله وأدرك الفتية ذلك فتركوها بما فيها فتية في عنفوان الشباب والأحلام والأمل يتركون كل شيء من أجل وجه العزيز الجبار وخرجوا في سبيل الله فارين من الظلم ساعين للحق يتعبدون الله الواحد الأحد الفرد الصمد فجعلهم الله آية إلى يوم الدين رسالة لكل من ترك الدنيا حبا لله حجي نايزم من أسيكا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى زبل زعبا زم من أسيزئهم كل نجر الدنيا بمر زنبرسي مهناتو اتهزبنا هاتوم اتوم ابتمنا وابر يوم زنبرة نربيت امينوم سلزيكو دو سلزنبرو الدنيا قديفوم تترفنا نحنا عين دليان من اسيهم كا في عنفوان الشباب كمان عبيتي كونون افتي من اسيخو كا عدمي بزوح نجر دوس زبلو سب نفتن نفتن زبلو لو زعب دلو بزوح نجر زقبرو لو ساتوم قلنو عين دلينا ازي نبرازي زو الدنيا زي مدام اتي هزبنا هنا نربي أمينو أي كيدن تحبرة السبس لزي تسمامهم قدي فمنا من كيدهم ناب رب العالمين التجيئهم أفتي بعد تمسأتو مالتهم رب العالمين كأن إنزل الآلم كل جزي خذكروا إلى يوم الدين أبز قرآن كم ذكروا قيروا زمنا أسيزيهم فتية آمنوا بربهم وزيدناهم هدا رب العالمين زمنا أسيزيهم نربي إحشنا إلى مسمتو مالتهم واتهم كيدهم كافتي هزبي مخنياتهم كأنت إلهم نحن نقص أزيهم ثم بعثناهم فضربنا على أذانهم عفوا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا أتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا نرب لمنهم بك نحن بعلخا حجزنا بعدها بعلخا ردأنا إلهم نرب حتيتهم فضربنا على أذانه في الكهف سنين عددا أفت كهف أفت بعدتها نبزوح عمتها رب العالمين أدك إسوا مالتيو تاريخنا هاتهم كأني كم زبل لكم على يوتيوب على تسبيكم نحرا دا كتفلت ولا لهم انتهى تسببهم كأو إذا اعتزلتمهم ما يعبدون إلا الله فأو إلى الكافي ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة رب العالمين نأو منورين أنت حبايبي بارك الله فيكم نبتي نربي إلهم مسكودو مالتهم رب العالمين كأفتي بعدتي أفتي شجر زلوي الكاتسبيو رب العالمين كأرحمة أريد لهم سلام أريد لهم آية من آيات الله غيرهم كل جزء ذكروا زي أم فتية شباب
كما يلوم الشباب زي يكونوا كلهم شباب طبعا يكونون، لكن مع الأسف اتينا يزول حجي هوا هوني عالمنا نتوم الشباب ناب حماق زي طفقنا بحماق زو سد مبري ناب صبوق زو سد ما راحي يلن مالتي حجي بزوانزي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلازي كم زي أتمثل ورب العالمين كأبز آياز انتاي قلت لنا مالتي إذا الدنيا سي واقع زي بالله خمخانا بمنتاي مسالم تقلنا بزي بزينا ينتأشمو مالتي كم زي لا نبات عليها ولا زرع ولا غرس كم زي حدا مريت زرع يبلو زدراقي من امتقم زي يبلو إذا قبر كامت أرشتو الدنيا سكم يا تي قصة أهل الكهف قام جمرتها تمرت مالتي إنه زهي وتزيء نبار نقول لك زنبر تخم زي كنا حلا في مخانو والباقي هو وجه الله الله سبحانه وتعالى سترى استرف تعمل نربي زقبرنا وطرائنا استرف نبر كل واقع يبلون ساتهم كأو خرجوا في سبيل الله فارينا من الظلم كاف تزول مزنبروا نعب ربي حشنا يلوم هجرة غيرهم مالتهم ساعينا الحق ويتعبنا من الله الواحد الفرد السمد نربي طرائي كن قزائي حشنا يلوم نعب أخيدهم فجعلهم الله آية إلى يوم الدين رسالة لكل من ترك الدنيا حبا لله زين مال زين مال اختي زخ انا نايزوم منا اسيزيوم نتايو خلاتنا الدنيا كنفتو خم زي بلنا الدنيا كنقدفو مالتها يكون قد الحلافنات ناي سراحنا ينابرا قدفو زي يكون انتاي داقن حب الدنيا ساب لبنا خيكون يعني منتاي الدنيا ساب ايدنا تكون اللوا ان الدنيا الناس كابتر بزبلنا خنو تسي بلنا لانه في النهايه نابرا بخنملس سلاي ديترفنا زي الدنيا بتخاله متن بتصم ابو منجدي برب زفوتو منجدي تطقمنا لا نخن كيد وزي زي اسوله سوره الكهف كل زي جمعه تذكرنا اولا جمعه يوم القيامه خت سخون كل معلتي يوم الجمعه اذا خون بتي عيدنا اسلاما يوم الجمعه بتخاني ذكرنا بصحلو ني رسول الله عليه وسلم مالتي قران نقرا له فالجمعه يعني الجماعه انا ذكرنا كل نجر سلازخونت زي اسوره زي اخا بزح قصص اللوا كم زيرنا اشتين لا قبرنا ان شاء الله بارت 1 كتكون يا زي احجي الله يرضى عليك بنوت كل جزاء شر بلوت ولا لا ما شاء الله عليك جزاكم الله خير كبلكم دلي طبعا انا جمعه مباركه يبلكم لي كنت صحف كل جمعه مباركه زولكم لي اي بلني انا جمعه مباركه اي تحازوا لي امل سلكم لي بس رب العالمين افتي ذكرنا يا ربي افتي خير صراح كل جزاء نركب يكبرنا افسرح يعني افتعرفت ان اشتي حجي كافل بزي أدليكم تحريك وتخلوه بصراحة إن شاء الله حنت خالق موضع الله أني كزاربكم زي أجزئ إن جمعة إن شاء الله نقبر عينا ف حافل إخم كومنت شرب الو إخم كما يزي إخم فاطمة أهلا وسهلا كلها نبزل لخن بحدي خيبلكو طيب جمعة طيبة كل حدا يمني جمعة طيبة جمعة مباركة جمعة قلة ياوي كل حدا يتأشمو بينا بارك الله فيك قال دروس كافلهم تلاقينا والله اسلمنا بطعمي ديننا نبي حق بزح زريح حكا ديني منفس كاز عرف أكادين تسفى زي قرص أكادين كل جزء حدش نجر كتب مهارا حدش نجر كتفلت